أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. أي شيء بتزرعه أكيد راح تحصده، ودائما الحصاد بيكون فيه غلة وفيه ثمر وفيه بركة مضاعفة أو أضعاف في كتير من الأحيان. إذا زرعت حبة حنطة راح تقطف سنابل كثيرة. واليوم أنا عاوز أتكلم لكل شخص بشاهدني، ازرع محبة. كتير مرات لما بشاهد الفيسبوك وكتير من المقالات بتحس نوع من العدائية بين الناس. كل إنسان له حق إنه يعبر عن رأيه ويعبر عن إيمانه وعن معتقده، لكن باحترام. بس اليوم أنا بحس وبشعر إنه الناس مش عم بتطيق بعضها، ومثل ما بيقول الكتاب من فضلة القلب يتكلم اللسان. الشيء اللي موجود في الداخل والدافع اللي من جوا هو الثمر اللي راح يظهر على حياة الإنسان، وقال يسوع من ثمارهم تعرفونهم أيضا. ازرع محبة. كلمة ازرع أنا سمعتها مرتين من شخصيتين، طبعا مش رح اذكر الاسماء. الشخصية الاولى شخصية سياسية مشهورة جدا في الشرق الاوسط، ولا انسى انه كان في فندق وكان عم بيشرب، هو غير مسيحي ولكن غير متدين، وفي نفس الوقت عرفني من البرنامج وابتدى يتكلم عن الصراع السياسي والمقاومة بكل اللي بمر فيها. ولا أنسى هذه اللحظة، قال لي هيك بصوت يعني فيه سلطان، نزار أنا عاوز أحكي معك تعال. قرب عند أذني وهمس، قال لي ازرع ازرع. وطبعا الكلمة هاي أثرت فيي كتير، لأنه عارف بعرفني أنه أنا بزرع بالأمور الروحية، وهذا أهم شيء بالنسبة لأبدية الإنسان، لأنه كل إنسان فاني على هذه الأرض. والشخصية الثانية شخصية دينية في مرتبة عالية جدا جدا، هو غير مسيحي أيضا، ولا أنسى كان في حواليه جمهور وصحفية وناس عم تتكلم معه وعرفني من البرنامج. فأنا كنت طالع من الباب، نادى علي قال لي نفس العبارة، قال لي نزار ازرع. وهذول الكلمتين من الرجل السياسي والرجل الديني في مراتب عالية جدا، وأقول من أعلى المراتب، أثروا في كتير. كلمة ازرع، والشيء اللي بتزرعه هو الشيء اللي أنت بتلاقيه. إذا بتزرع محبة، إذا بتزرع سلام، إذا بتزرع خير، إذا بتزرع بركة عطاء، دايما رح توجد ورح تلاقي الثمر والبركة في الشيء اللي بتزرعه. واليوم أنا عاوز أقول لكل مشاهد، ازرع محبة. ولسيما العالم اليوم كله عم بيتخبط، والظلمة عم تنتشر في كل مكان، والصراعات السياسية والدينية والعرقية والطائفية في كل مكان، والعالم بطل يحتمل. لكن أجمل وأهم علاج ممكن تتركه مع الناس هو المحبة. ازرع بذور المحبة أينما كن، ولا سيما في عالم مليء بالأنانية، مليء بالظلمة، ومليء بالكراهية أيضا. فالمحبة هي كل شيء. المحبة هي طبيعة الله، وهو يا صفاته اللي بيعكسها للإنسان. هذه المحبة اللي بتلمس مثل خيوط الشمس الذهبية عندما تسدل خيوطها على الأرض، في كل مكان تمتد هذه الخيوط لابد أن يكون نور، ولابد أن يكون شفاء وحياة وبركة. أحبائي، مكتوب عن المحبة، المحبة تستر كثرة من العيوب وكثرة من الذنوب. المحبة لا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تقبح. المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة هي تكميل الناموس. أحبوا بعضكم بعض بقلب طاهر
وبشدة. وأما المحبة فلتكن بلا رياء، يعني ما تمثلش على الناس. هاي المحبة هي اللي رح تلمس الناس. لا أنسى كنت في إحدى المطارات وفي أخت من شمال أفريقيا عرفتني، هي غير مسيحية لكن تأثرت من محبة المسيح لأنه دايما بتكلم عن المسيح، وقالت لي هذه العبارة: إذا أنت رح تهاجمني أنا رح أتمسك بديني حتى لو عارفه غلط، بس أنت لما بتكلمني عن محبة المسيح أنا بذوب في هذه المحبة. الظاهر أن المحبة هو أقوى علاج وأقوى دواء، هو الوسيلة للشفاء والبلسم اللي بتلمس كل نواحي الحياة. فتخيل لو الدول امتنعت عن الحرب واستبدلت بالسلام، تخيل لو الناس تحولت عن الانتقام والحقد والكراهية وتحولت إلى المحبة، تخيل لو العالم عم بيسلك مثل يسوع المسيح، شو بكون هذا العالم اللي احنا بنعيش فيه؟ طبعا اكيد هذا العالم وضع في الشرير، وهذا النوع من الحياة مش راح يكون الا في مجيء المسيح ثانية، لما الرب بيمسح كل دمعة، مش راح يكون لا حرب ولا لعنة ولا دم ولا سيف ولا حقد ولا كراهية ولا ألم ولا صراخ ولا ليل ولا ظلمة. العالم رح يكون كله مليان بسلام ومحبة المسيح. المحبة هي الشفاء، هي تعبير عن التضحية والتفاني. قال يسوع: ليس لأحد حب أن يضع أحد نفسه أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إن هذه المحبة أو النوع من هذه المحبة هي المحبة المغيرة، هي المحبة الشافية، هي المحبة المبررة، هي المحبة المضحية والباذلة التي تغير المجتمعات. هذه المحبة هي اللي العالم محتاجها في هذه الأيام. المحبة أحباء هي تعبير عن الطبيعة المتجددة، فالإنسان المتجدد والمولود من الله روحيا لابد أن يعكس ولابد أن يعبر عن هذه المحبة. باختصار، إن العالم يحتاج إلى المحبة، العالم يحتاج إلى يسوع المسيح. فهل تزرع بذرة محبة اليوم؟ شو رأيك اليوم تظهر محبة لشخص قاومك، لشخص أساء إليك، لشخص عم بضر فيه، لشخص عم يعني عم بقبح وعم بيعطيك صيت مش مزبوط؟ حب هذا الشخص. المحبة هي تعبير عن الغفران والتسامح. اليوم حب شخص واظهر هذه المحبة، وشوف هاي البذرة لما بتزرعها رح تحصد عشرات عشرات من الدنومات الأرض اللي مليان بالمحبة اللي بتصل لكل مستويات المجتمع. ربنا يملأك بمحبة الرب اليوم. شارك هذا الفيديو حتى كمان هن ينشروا المحبة. الرب يباركك ويكون معك.